نتحول مشاهدينا إلى الشأن المحلي، حيث نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن تقليص قيمة المساعدات النقدية والمقدمة للفرد في برامج الحماية الاجتماعية إلى 26 جنيها. وأشار المركز إلى أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي التي أكدت أن قيمة الدعم النقدي بكافة برامج الحماية الاجتماعية كما هي دون انتقاص، وأشارت إلى زيادة مخصصات الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية في الموازنة العامة للدولة بنسبة 2.17% لتصل إلى 19 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021 مقارنة ب 18.5 مليار جنيه خلال عام 2019-2020. منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بفضل ما تتمتع به من قاعدة صلبة على صعيد التمويل والسيولة النقدية. وقالت موديز إنه برغم التحديات الناجمة عن أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا، فإن السجل الحافل بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تتبناها مصر على مدار الأعوام الأربعة الماضية أو حتى الآن ساعد في تحجيم تبعات الأزمة السلبية على الاقتصاد، متوقعة تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 2.4% خلال العام المالي الجاري. للحديث حول هذا الخبر ينضم الينا هاتفيا الدكتور مدحت الصالح استاذ الاداره والتنميه المستدامه. دكتور مدحت مساء الخير واهلا وسهلا بك في هذه الجوله الاخباريه. موديز ليست الوكاله الوحيده التي تنبأت وتوقعت بتحقيق الاقتصاد المصري لنمو وتجاوز التبعات الاقتصاديه السلبيه لجائحه كورونا، كيف تعلق على هذا التوقع وما الاسباب التي ادت الى منح الوكالات الائتمانيه التصنيفيه العالميه مؤخرا هذه التوقعات الايجابيه بالنسبه للاقتصاد؟ تحيه والاحترام لحضرتك استاذ همام ولقناتنا الموقرة اكسترا نيوز. شكرا. عجبني قوي ان حضرتك قلت الوكالات، استخدمت لفظ الجمع. تحيه لمودز طبعا على ثباتهم في مودز وفيتش وستاندر امبور وبلومبرج لكن تحيه خاصه لمودز على تقريرها الاخير ده اللي ظاهر في وسط بدايه تخبطات اقتصاديه وسياسيه عالميه غير ما بين رحيل الرئيس الامريكي و, 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 و ووصول آخر ما بين فيروس تطور مرة ثانية وأصبح الفيروس الثاني أو الموجة الثانية وأصبحت الثالثة وأصبحنا نسمع عن الرابعة، انكماش اقتصاديات، تراجع اقتصاديات عتية فتية التي يشار لها بالبنان تراجعت. يأتي تقرير موز، أريد أن ألفت نظر مستمعنا ومشاهدنا الكريم أن هذه الشهادات لا تطلب، لا تتقدم الدولة بطلب إلى مودز أو فيتش أو بلومبرج أو هذه أو هذا، وإلا أصبح هنالك بايز، هنالك تحيز أو هنالك شبه تواطئ في هذه التقارير. لا تطلب، هي تصدرها هذه المنظمات وفقا لمصالحها العالمية والدولية وفقا لإشادتها الدقيقة، وهم جادين حادين لا يجاملون أحد. أحيانا قد نختلف معهم في فكريا أو أيديولوجيا لطبيعة مصرنا الحبيبة كدولة نامية ورغبتها في المحافظة على المواطن والدعم الذي يقدم للمواطن من خلال القنوات المتعددة، لكن طوال 5 سنوات الماضية هم ينظرون إلى مصرنا نظرة غير عادية، نظرة جادة. أحيانا أداعب أو أداعب طلابي والباحثين أقول أن هذه الشهادات التي تمنح لنا من هذه الوكالات العالمية علينا أن نضعها الآن في متحف الاقتصاد المصري. الدول تترنح، الأزمات، معدلات التضخم تضرب الدول أخماسا في أسداس، تراجع معدلات البطالة تفوق، ونحن في مصرنا الحبيبة كفأنا الله على أننا استعدينا قبل أن نعلم. لم يكن أحد يتنبأ الغيب ويعرف أن هنالك أزمة ستضرب العالم بهذه الطريقة التي أوقفت الأزمة عالمية، ليست محلية ولا قومية ولا إقليمية، بل هي عالمية دولية. هب يا إعلامينا المحترم همام بي إن تعافت أمريكا مع من ستتعامل في العالم، الأزمة عالمية، تعافت الصين، تعافت بريطانيا العظمى، علينا أن ننظر إلى الأزمة أنها أزمة عالمية
ضربت في جذور العالم كله. الكورونا الحبيبة حينما استعدت ببرنامجها الإصلاحي بداية من نهاية 2016 إلى الآن، أكاد أرى أنها تكون خطة خمسية، خطة خمسية. لم يكن أحد يتوقع أن يتراجع سعر الصرف الجنيه المصري إلى النهاردة بيفتح 15.73 أو يمكن أقل إن شاء الله على آخر النهار. لم يكن أحد يتوقع أن يكون هنالك سعر واحد ونقضي سعر واحد، سعر الصرف واحد ونقضي على الأسواق الموازية. لم يكن أحد يتوقع أن مصرنا الحبيبة سيكون لها هذا الأوركسترا العظيم الذي له قائد، مايسترو، مايسترو يسمح لي الرئيس ان انا اقول المايسترو، المايسترو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع هذا الفريق الاوركسترالي العظيم اللي شغال. ما تقدرش تستبعد وزاره من الوزارات، لم يعد لدينا بريمو كمانجا، ما فيش وزاره واحده هي البريمو هي اللي بتعزف، لا، السياسات الماليه جنب السياسات النقديه جنب وزاره التخطيط. في ظل رؤيه، في ظل رؤيه 2030 مصر تسير حول هذه الرؤيه. لكن دكتور مدحت اسمح لي، لابد أن نأخذ في الاعتبار أن حتى هذه الأرقام الإيجابية التي ذكرتها وتوقعتها الوكالات الدولية، سواء كما ذكرت مودز أو حتى في تشاو ستاندرد أند بورز أو حتى البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، هي تذكر الحد الأدنى من هذه التوقعات وليس ربما التوقعات التفاؤلية التي نذكرها نحن هنا في مصر في الداخل المصري، أليس كذلك؟ نعم، هم يكونوا متحفظين لأن تقاريرهم ينبني عليها قدوم شركة للاستثمار، عودة شركة رحلت من مصرنا الحبيبة وعادت. هذا يثير التساؤل. مورغان ستانلي وفيتش وستاندر امبور، مورغان ستانلي لما تطلع تقرير يقف الناس مستثمرين بقى هي متخصصين في الاستثمارات العالمية والدولية يشوفوا مورغان ستانلي قالت ايه. بلومبرج لما تطلع تقاريرها العالم يقف. ويمكن هنا يعني أتمنى في إطار التوقعات والتفاؤلات أن يكون لدينا مؤسسة مصرية عربية أو عربية في التصنيفات الائتمانية نحن نحتاج إليها فعلا في هذه الفترة القادمة. قد يكون هذا ليس موضوع حلقتنا اليوم والوقت يضيق، إلا إن هذه التقارير تأتي متحفظة بعض الشيء. انعكاس هذه الأرقام على المجتمع، على مجتمع الاستثمار الدولي، على الشركات الاستثمارية الكبرى في العالم، انعكاس ايجابي يا فندم، انعكاس ايجابي. اتخيل حضرتك التقرير ده، معلش يعني يعني كاكاديمي واحسب نفسي متخصص في هذه الامور ومن شغلي ان انا اتابع هذا لانقله الى طلابي والباحثين واناقش اساتذتي وما الى ذلك، التقرير ده طلع مساء امس. لا تتخيل، ما فيش محطه او جريدة اقتصادية او وكالة انباء لم تشر اليه من قريب او بعيد. هم يشيرون اليه بالبنان، حدث كذا، حدث كذا. لا اخفيك سرا ان ما يترتب على التقرير مودز امبارح شيء غير. التقرير ركز على البنوك المصرية وركز على ثبات البنوك المصرية في ظل ترنح بنوك وتراجعها وما الى ذلك. الأداء البنوك المصرية أشاد بأداء البنك المركزي وخطته، وهو فعلا بيقول بيردد كلمة يعني أنا دايما بتبقى بسطاني. أنا شايف إن إحنا دلوقتي في مرحلة علم وعمل، العلم بنطبقه عمليا. هم في مودز أمس وفي تقريرهم المتحفظ رغم كل هذه الإيجابيات هم يتحفظون، هم وفيتش يخشون أن يشيروا إلى أمر أبعد من ذلك. فيكون 2.4% نسبة نمو قد نحقق أفضل منه. هو أصلا كلمة نمو دلوقتي لما تارد في أي تقرير الناس بتوقف بترجع جروس، يرجع يترجمها تاني. لا، ده احنا النمو والتنمية، النمو جروس والتنمية ديفلوبمنت، جهد علمي عملي حقيقي يرقب مستويات الأجيال الحالية دون الإضرار بالأجيال القادمة. احنا بنعمل تنمية مش نمو فقط. النمو هنا هو اللفظ المتعارف عليه اقتصاديا في معدلات النمو جي دي بي اي او جي بي اي الدوماستيك والخارج. لكن التنمية اصبحت ترد كثيرا، التنمية المستدامة المصرية، يعني رؤيتنا في 2030، التطورات الحديثة في مجال تحلية المياه وفي الطرق والكباري.
النهارده الجمعه، النهارده الجمعه يا همام بيه، احنا بعد شويه هنفاجئ الرئيس كان صحيح. في الطريق الفلاني بيفتح المشروع. هي جولات معتاده دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد هذه المشروعات القوميه سواء في القاهره الكبرى او حتى في المحافظات المختلفه يوم الجمعه، كما يتفقد ايضا كما يعني يعقد كل هذه الاجتماعات الخاصه بالتنميه الاقتصاديه التنميه المستدامه بشكل عام في مصر طوال ايام الاسبوع. على اية حال دكتور مدحت الصالح استاذ الاداره والتنميه المستدامه، شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله.